تحديات على البيئة هي طبعا ده خبر جيد بالنسبة للأسواق الناشئة بصفة عامة وبالنسبة لمصر. ثانيا، الاقتصاد الرقمي في أسعار البترول عالميا على مدار الأسابيع اللي فاتت فصل كويس بالنسبة للاقتصاد العالمي بتاع الدول اللي بتنمي من حياتها بالفصل، وبيساعد كذلك مصر ومدنيه الدوله المصريه كبما ان احنا دوله بنتحول لانرجي هاب في المنطقه وبنتكلم في الغالي، ولكننا ما بنكونش طبعا دوله مستورده الى حد الان الطاقه المستورده للمنتجات الكوريه، وبالتالي انخفاض اسعار الزيتون في الطاقه الايجابيه للمنطقه الايجابيه. فوضع عالمي مازال تحديات، ولكن صوره افضل النهارده أقل من شهور، عن من شهر أو 2 أو 3